الرصيد السيء من النادي الطبي من الفريق العلمي. إن شاء الله اليوم بدي يعني أساعدكم إن شاء الله في محاضرة 12، موضوع الحسابات، موضوع يعني الكل عانى منه بشكل كافي يعني أتوقع. فأنا إن شاء الله بس بدي أحل الأسئلة قدامكم بشكل سريع وعشان ما أطولش عليكم برضه. بدي أحل الأسئلة اللي شرحهم الدكتور في آخر محاضرة، هو ما شرحهم يعني للأسف، هو ما شرحهم وقرأهم من الداتا شو بس ما حل قدامنا أي شيء. فأنا إن شاء الله بهذا الفيديو القصير إن شاء الله بدي أحلهم قدامكم على ورقة إن شاء الله. في آخر سؤال طبعا مش محلول، هو حاط الإجابات بس مش حللهم. طيب بس بالنسبة لهذا الكويز هذا نازل من أسبوعين، الدكتور زهير نزله تقريبا في 10 أسئلة، كان امتحان MCQ. أنا طبعا نزلت لكم الحلول مع تفسير الحل، يعني إنه ليش كل إجابة زي هيك. تمام، تقدر تشوفوها على النادي الطبي وأي حدا بيقدر يطلبه مني برضه شخصيا. نشوف انه نبدا بالاسئله ان شاء الله مباشره عشان ما نطول على بعض. هسه بتقدر ترجع للتفريغ، طبعا بتقدر ترجع للتفريغ وتشوفوا كل شيء بالضبط والشرح للموضوع. هسه في حال انت درست التفريغ وجاهز للموضوع بس انك تشوف انه كيف نحل الاسئله او كمراجعه، يمكن انت تعرف تحل بس كمراجعه اي ان شاء الله هذا الفيديو راح يفيدك كثير ان شاء الله. طيب هسه اتاكد دائما انه انتم شايفين معي الكاميرا، يعني انا بعتذر. هسه في عنا ذكر وزنه 70 كيلوغرام، تمام، عنده بادي فلويد اوزموليريتي 290 اوزمول لكل كيلوغرام. طيب انا رحت ضفت له 2 لتر من السالين، في 9% في 9 في 9 في 0.9% ان اي سي ال، يعني 9 يعني 9.9 منه بالمية منه ان اي سي ال. طبعا ادد تو ذا اي سي اف، اكيد احنا بنضيف على الاي سي اف ما بنضيف على الاي سي اف، ما بنقدر نمسك كل خليه ونقعد نضيف عليها، هذا الشيء عارفينه احنا. بحكي لك هون يعني هون بنطلع المعلومه هاي انه ان اي سي ال دازنت كروز ذا سيل ميمبرين، لانه الكوفيشنت عنده تاعه 1، انه هو افكتيف برضه افكتيف تاعه عالي جدا، و60% منه 60% من هذا الوزن عندك ايش هو؟ عباره عن ووتر. هذا الشيء جميل جدا. نبدا بالسؤال، بحكي لك اول سؤال بده كالكوليت الاوزمولاريتي، بده الاوزمولاريتي الجديد. احنا عم نعرف الاوزمولاريتي القديم هيو 290. طيب انا هسه بدي اعرف الاوزمولاريتي الجديد، شو بهمني اني اعرف اذا بدي اعرف الاوزمولاريتي الجديد؟ اكيد بدي اعرف عدد الاوزمولات على الفوليوم، عدد الاوزمولات الجديد على الفوليوم الجديد. يعني انا عندي اوزمولاريتي جديد راح يكون عندي عدد اوزمولات جديد على فوليوم جديد. طيب هسه الفوليوم نبدا بالشغله السهله، يعني عندنا التوتال بادي ووتر، التوتال بادي ووتر لواحد وزنه 70 بحكي لك انه 60% من وزنه مي، بضرب 70 60% شيل هاي مع هاي وهاي، طبعا بتقدر تحسب على حاسبه اذا ما بتحب، يعني 42 لتر. هاي 42 لتر توتال بادي ووتر، هذا قبل الاضافه قبل الانفيوجن. حلو حلو. عدد الاوزمولات القديم برضو انا خلينا احنا نحكي بالحاله الاولى، بالحاله الاولى يعني لسه قبل ما نصير انفيوجن. هاي عندنا توتال بادي ووتر 1. بس بالنسبة لعدد الأوزمولات القديم، تمام، إيش بدي أسوي أنا؟ عندي الأوزمولاريتي 290 بضربها بالحجم 42. طب ليش أنا هيك سويت؟ بعطيني على الأماونت أوف أوزمول، الأماونت أوف أوزمول. طب ليش أنا هيك سويت؟ إحنا بنعرف إنه القانون بعطينا الكونسنتريشن يساوي قديش الأماونت على الفوليوم. فأنا إذا تطلع الأماونت عندي هذا المجهول وهذا موجود وهذا موجود، بضرب الفوليوم بالكونسنتريشن بيطلع لي الاماونت. تمام 42 ضرب 1000 ضرب 290، اضربها بشكل سريع على الحاسبه، 290 ضرب 42 بيعطيني 12180. عدد الاوزمولات 12180، هذا طبعا عدد الاوزمولات 1 الاماونت 1، وهي التوتال بادي ووتر الاول. بس طبيعي في حال انت قسمت هذا على هذا راح يطلع معي 290، هذا الاشي متاكدين منه. تمام، هاي الحاله الاولى. هسه في حال انا عملت افيوجن ل 2 لتر من الايزوتونيك سالين، اول اشي بهمني اني اعرف عدد الاوزمولات في هذا المحلول اللي هو 9.9% ان اي سي ال. كيف بدي اعرف عدد الاوزمولات؟ قانون يعني قانون، خلص انت احفظه هذا. كل ما تشوف محلول فيه سالين، كل محلول سالين انه سواء كان 3% سواء كان
فاصل 4 فاصل 45 سواء كان فاصل 9 ايا كان الموضوع زي هيك لازم يكون معطيك المولكيولار ويت. المولكيولار ويت للان اي سي ال بكون عندي 58 جرام لكل مول. تمام، انا هسه عندي 58 جرام لكل مول. تمام، القانون زي هيك بشكل سريع، ما بدي افصل لك الموضوع بشكل سريع. اللي بتسويه زي هيك، عندي 58 صح، وعندي 3 وعندي فاصلة 9 بالمية، هاي لازم احولها، هاي طبعا لازم احولها الى انها تصير فاصلة 9 لكل 100 ملي، طبعا هي جرام هون. طيب انا هسه عشان اخليها اللتر لازم يكون عندي باللتر، بضربها بهاي ب10، بضرب هاي ب10 لانه كل لتر في 1000 ملي، فبصير هون 1000 تحت بالمقام اللي هو لتر واحد، فزي ضربنا هاي ب10 بصير 9 على لتر، 9 جرام لكل لتر. حلوين حلوين. هسا انا مطلوب مني بدي اعرف الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي لهذا المحلول اللي هو محلول ان اي سي ال، الاوزمولاريتي لمحلول ان اي سي ال. تمام، الاوزمولاريتي لمحلول ان اي سي ال، وانا حكيت الاوزمولاريتي تمام مش المولاريتي، المولاريتي بدون هاي بصير الاوزمولاريتي هيك 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 قانون اللي هو الكونسنتريشن ضرب جي، حيث جي انه بيحكي لك اللي ان اي سي ال كم اوزمول فيه، طبعا هاي لما بتفكك الى ان اي بلس وسي ال ماينس، فبيطلع عندي هون جي تساوي 2. تمام، لو كان عندي محلول بتفكك الى 3 بحط 3، لو كان محلول بتفكك لمليون بحط مليون. تمام، هذا في حال اوزمولاريتي. هسا في حال المولاريتي هاي ما بتكون، بكون هاي ما لهاش داعي. تمام، بس احنا طبعا بيهمنا الاوزمولاريتي دائما لانه اصلا مطلوب الاوزمولاريتي. حلو، هسا هاي 2، احنا عرفنا انه جي تساوي 2، جي تساوي 2. هسا بالنسبه للكونسنتريشن، هاي بالنسبه لهاي، بالنسبه لهاي احفظ القانون بشكل سريع، هي راح تعطيني زي هيك، راح يكون الموضوع بشكل سريع انه راح اجيب التسعه هاي، مش انا عندي 9 جرام لكل 9 جرام لكل لتر، عفوا هي ملي جرام، 9 ملي جرام لكل لتر، لازم اضربها بشو؟ اللي هو واحد، ماشي، واحد على الموليكيولار ويت اللي هو 58. قديش بيطلع هاي عندي؟ كم قديش راح تطلع معي هاي؟ اللي هو بنقسمها 9 تقسيم 58 بيطلع عندي 0.155، ما بيهمني باخذ اول ثلاث خانات يعني ما بيهمني اخذ اكثر. تمام، طبعا هاي ايش وحدتها؟ راح تكون ايش راح تكون وحدتها؟ مول لكل لتر، هاي مول لكل لتر. عشان احولها لملي مول، طبعا احنا بنعرف انه لازم نتعامل مع الملي مول، بضربها ب 1000 نحول من لما بشكل عام، انا لما احول متر لملي متر بضرب 1000، طب لما احول من ملي متر لمتر بقسم على 1000. تمام، بس هون عندي مول بدي احولها لملي مول فبضرب ب 1000. تمام، اذا ضربنا ب 1000 راح تصير 155. هاي اول شيء عرفنا 155 ملي مول لكل لتر. طبعا انا بدي الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي عندي نجيب جي ضرب سي، طبعا هي سي، وعندي جي 2، وعندي هاي 155. قديش راح يطلع عندي؟ 310، 310 ملي اوزمول صارت، ضربت 2 فصارت اوزمول لكل لتر. هذا المحلول عبارة عن هاي، هذا الاشي احنا متفقين عليه. تمام، نكمل معكم. انا هسه بدي احسب الـ ACF volume والـ ICF volume. كيف بدي احسب الـ ACF volume؟ نبلش بالـ ACF volume. تمام، خليني ابلش معكم بالـ ACF volume. كيف انا بدي احسبه؟ هسا اذا يعني انا بشكل طبيعي بدي ارجع للقانون نفسه، هذا القانون راح يضلنا نشتغل فيه، concentration amount على الفوليوم. طيب هسا انا بدي فوليوم، لازم يكون عندي amount، لازم يكون عندي concentration. طيب الconcentration هو osmolarity،
السيميلاريتي عندي 290 طبعا، لانه في ستيدي ستيت، فراح يكون عندي 290. 290 هاي لل اي سي اف، وبرضه للاي سي اف. تمام. طيب هسه اذا عندي هاي 290، بضل عندي لازم اعرف الاماونت اوف سمول. كيف بدي اعرف الاماونت اوف سمول؟ كيف بدي اعرف الاماونت اوف سمول؟ لازم اعرف عدد الاوزمولات اول، بعديها اضيف عليهم عدد الاوزمولات اللي انضاف. عدد الاوزمولات اللي انضاف طلعناه، هيو عدد الاوزمولات اللي انضاف 620. طبعا هذول كلهم انضاف وين؟ على الاكسترا سيلير فلويد، لانه ما بنتقل. هي حكالي هي هون السؤال، حكالي انه assume that an ACL doesn't cross the cell membrane، فما راح يعبر، راح يضل بالاكسترا سيلير فلويد. تمام، هيضل بالاي سي اف. فاذا هاي راح اضيفها على عدد الاوزمولات القديم. طب كيف بدي اعرف عدد الاوزمولات القديم؟ برضه برجع للقانون هذا، concentration يساوي الاماونت على الفوليوم. طيب انا هسه الكونسنتريشن عندي كان 290، واصلا هو ضله 290، اي كان 290، احنا نحكي عن الحاله اللي قبل. طبعا 290 ضرب الفوليوم. طب انا كيف بدي اعرف الفوليوم القديم قبل اضافه، قبل الانفيوجن؟ عندي 70%، عندي 70%، عندي 70 كيلوغرام، عندي 70، عندي انا 70 كيلوغرام. ماشي 42 لتر منهم توتال بودي ووتر، توتال بودي ووتر 42. انا هسه بدي اعرف قديش الاي سي اف، الفوليوم اوف اي سي اف. طيب كيف بدي اعرف الاي سي اف الفوليوم قديش؟ احنا بنعرف انها الثلث، مش احنا بنعرف انها الثلث، مش احنا بنعرف انها تساوي الثلث، ثلث التوتال بودي ووتر. فباجي 42 على 3 بعطيني الايش؟ الاي سي اف فوليوم. طبعا قبل الاي سي اف فوليوم، قبل يعني واحد هاي لسه قبل الاضافه، قبل الانفيوجن 42. اذا لاحظت انا ما حطيتش 44، حطيت 42. فباجي بقسمها بشكل سريع، 42 تقسيم 3 بعطيني 14. اذا الاي سي اف فوليوم بعطيني 14 لتر. طيب هسه انا بنرجع للاصل، 14 ضرب 290 قديش راح يعطيني اماونت؟ هيها 14 ضرب 290 بعطيني 4060. اذا 4060 هذا كان قبل الاضافه، هذا عدد الاوزمولات، عدد الاوزمولات قبل. طيب انا هسه صار عندي عدد اوزمولات هون، عدد اوزمولات هون، هذا طبعا كله بعد الاضافه. شو بدي اسوي انا؟ بدي اضيف هاي على هاي. ليش؟ لانه انا حكيت لك بدي اشوف عدد الاوزمولات كامل عشان اطلع الاماونت. عندي الاوزمولاريتي اللي هو 290، بدي اطلع الاماونت اوف اوزمول الجديد. الاماونت اوف اوزمول الجديد اللي هو عدد الاوزمولات اللي انضافه على عدد الاوزمولات القديم اللي هو 4060 زائد 620. قديش بعطيني؟ زائد 620 بعطيني 4680. 4680 هذا عدد الاوزمولات الجديد. نرجع للاصل، خلصنا السؤال. طبعا الاي سي اف فوليوم راح يعطيني، الاي سي اف فوليوم، الاي سي اف فوليوم راح يكون الاوزمولاريتي اللي هو الكونسنتريشن نسميه، ضرب الاماونت، لا مش ضرب الاماونت، على الاماونت. هي القانون، الاماونت بدي اجيب الكونسنتريشن، بجيب الفوليوم هون، بجيب الكونسنتريشن هون، بصير الاماونت على الكونسنتريشن. اذا عفوا الاماونت على الكونسنتريشن. طيب الاماونت قديش عندي؟ اللي هو 4000، اللي هيو 4000، 4680 على قديش الكونسنتريشن او الاوزمولاريتي؟ 290. بعطيني الفوليوم، هذا راح يعطيني الفوليوم جديد. ها باجي بقسم 4680 تقسيم 290 بعطيني 16.3، 16.3 لتر. هاي الإجابة. إذا هاي السؤال الثاني، هاي الإجابة 16.3 لتر. إذا لاحظنا يعني إنه كان 14 صار 16، هذا الإشي طبيعي جدا. تمام، إن إحنا ضفنا عليه الأيزوتينيك أصلا ما راح ينتقل مي، فهو أصلا
يعني شوف الموضوع انت كيف صار، انه هو كان 14 انا ضفت عليه 2 لتر فهو صار 16، طبعا كلهم على الاي سي اف، على الاي سي اف. حلو حلو. طب لما يجي يحكي لي انه بيحسب لي الاي سي اف الفوليوم، ما بحتاج لاسوي كل هاي الخطوات، ما بحتاج ابدا لاسوي هاي الخطوات كلياتها. بدي احسب الاي سي اف فوليوم، بجيب التوتال بادي ووتر ناقص الاي سي اف، اللي هو قديش عند التوتال بادي ووتر، قديش كان، قديش عندي 44 جديد ناقص اللي هو 16. طبعا ما راح يتغير اللي هو نفسه، بنحكي انه ما راح يتغير ابدا، اللي هو 44 ناقص 16 عندنا قديش بعطيني، اللي هو 28 لتر راح يكون حجمه الاي سي اف. طبعا هو ما تغير، راح تلاقي انه لو تحسب الاي سي اف قبل راح تلاقي نفسه هو الاي سي اف بعد، لانه ما انتقل مي، لانه ما تغيرت الاوزمولاريتي. طبعا اسهل الحالات هي الايزوتونيك، هي اسهل الحالات، راح تلاقي انه فيش اشي بتغير قاعد الا التوتال بادي ووتر. تمام، هسا احنا خلصنا هاي وخلصنا هاي وخلصنا هاي. بحكي لك how many milliosmol are added to the ECF when 2 liter of saline are added. بده بحكي لك كم عدد الأزمولات، كم ملي أزمول نضافه لما أنا ضفت 2 لتر من السالين. طبعا هذا إحنا حسبناه قبل شوي، حسبناه وإحنا حكينا لكم إنه كيف بنجيبه، إنه أنا بدي عدد الأزمولات يعني الأماونت، بضرب الكونسنتريشن بالفوليوم. تمام، اللي هو هذا السالين حكينا انه فيه، حكينا حسبنا هاي، طبعا هاي المولاريتي تاعتها ضربناها باثنين عشان تصير الاوزمولاريتي، صار 320 عشان فيها 2 لتر، واضربها كمان باثنين فبصير 620. فالجواب هون راح يكون 620 ملي اوزمول. طيب how many liter were added to the ECF؟ طبعا 2 لتر، احنا ضفنا 2 لتر، ما راح الماده لا تفنى ولا تستحدث، يعني ما راح ينتقل على اي سي اف لانه ايزوتونيك. فاحنا هيك بنكون خلصنا السؤال الاول، بتمنى ان تكونوا فهمتوا، والسؤال شوي معجوق وطويل بس يعني اتوقع انه سهل. كل موضوعنا قاعد بتمحور حول الموضوع نفسه، الاماونت على الفوليوم، كونسنتريت تساوي اماونت على الفوليوم. راح يكون عندك واحد مجهول وراح يكون عندك اثنين معلومات، ماشي، بس بدك تنتبه انه مين اول ومين بعد، يعني عندك الفاينل كونديشن والاول كونديشن، بدك تكون انت عارف انه يعني انت حاول انك رمزهم، يعني توتال بادي ووتر 1 توتال بادي ووتر 2. طبعا الايزوتونيك هون خلينا نركز احنا انه ايزوتونيك هي اسهل انواع المواضيع، لانه احنا فعليا ما ضفنا اي شيء، ما تغير الاوزمولاريتي. اذا لاحظتوا انه طلع 290، كان 290 ضل 290، توتال بادي ووتر تغيرت، ما صار عند انتقال الاي سي اف، ما تغير حجمها، ما زاد عدد الاوزمولات فيها، ما صار اي شيء. كل التغيير كان بالاي سي اف اللي هو المكان اللي ضفنا عليه هذا اللي عملنا له انفيوجن للسالين. تمام، عارفين. نبدا بالسؤال الثاني ان شاء الله. نبدا بالسؤال الثاني. طيب بقول لك انه عندنا واحد وزنه 70 كيلوغرام، تمام، عنده 20% من التوتال بادي ووتر عنده اي سي اف، والاي سي اف عنده 70%، ما صار عندنا اكسكريشن للووتر او سليوت، الاوزموتيك اكوليبريم صار عندنا، البلازما اوزمولاريتي before giving an ACL كانت 280. تمام، هسه مطلوب مني السؤال هون what is the extracellular osmolarity، بدي احسب الاوزمولاريتي الجديد. سواء طلعت على الاكستراسيلولار او الانتراسيلولار نفس الشيء، او التوتال بادي ووتر، ما في اي فرق لانه عندنا ستيد ستيت. تمام، انا كيف راح اطلعها بشكل طبيعي؟ انت راح تقول لي انه انا لازم اشوف عدد الاوزمولات الجديد، نرجع للقانون نفسه على الفوليوم، نرجع للقانون نفسه هذا، بدي اشوف عدد الاماونت الجديد على الفوليوم الجديد. الفوليوم الجديد طبيعي انك تقول لي، طبيعي جدا انك تقول لي الفوليوم الجديد عندي كان توتال بودي ووتر قديش، توتال بودي ووتر كان عندي 42 لتر، ضفت عليهم 2 لتر، هاي 2 لتر ضفت عليهم 2 لتر وصار عندي 44، هاي توتال بودي ووتر الجديد، صار عندي الفوليوم موجود. بس بدي الاماونت، الاماونت كان عندي الاماونت 1، الاماونت 1 شو بسوي على طول؟ بضرب الكونسنتريشن بالفوليوم. الكونسنتريشن عندي قديش؟ الكونسنتريشن عندي قديش؟ الكونسنتريشن عندي اللي هو
290، ايوه بحكي لك انه 280، هي 280 ضرب الفوليوم، الفوليوم الاول طبعا لانه هي كنت اماونت اول، الفوليوم الاول كان عندي 42، هاي بعطيني عدد الاوزمولات اللي هو 280 ضرب 42 بعطيني 11760 اوزمول. حلو جدا. انا هسه بدي اعرف عدد الاوزمولات اللي انضافوا بعد اضافة هذا السالب، كيف بدي اعرف؟ بدي افك هذا المحلول، بدي اعرف انا شو فيه الاوزمولاريتي تاعه ال NaCl، ال NaCl اللي هو فيه 3%، كيف بدي اعرف انا ال 3%؟ طبعا ال 3% بتعب، ال 3% تعبر عن انه في عندي 3 ملي جرام لكل 100 ملي، اضرب هاي ب10، بضرب هاي ب10 وهاي ب10، بصير عندي 30 لكل لتر. متفقين لهون؟ متفقين اكيد راح تقولوا لي. طيب هسه عشان احسب الاوزمولاريتي، الاوزمو هون فرقت عندنا الاوزمولاريتي مش المولاريتي، عشان احسب الاوزمولاريتي لازم اجيب الجي، الجي عندي انه هاي عندي ان اي سي ال بتفكك، الان اي بصير بلس والسي ال بصير ماينس، تمام بتفكك بالمحلول، فبصير عندي جي قديش عددهم؟ اثنين. اثنين فبجيب اثنين ضرب سي، شو سي؟ اللي هي المولكيولار ويت، قديش عند المولكيولار ويت؟ يعني هذا بيكون ثوابت معطينا اياه بالسؤال، تمام؟ بجيب الثلاثين ملي جرام كل لتر، بضربها ب لتر، بضربها بواحد مول على 58، هاي بعطينا سي، قديش هاي بتعطينا؟ بتعطينا بتعطينا 30 تقسيم 58 بعطينا 0.57 17، طبعا هاي مول لكل لتر، مول لكل لتر، عشان احولها لملي مول، بضربها بقديش؟ بضربها ب1000، بصير عندي 517، ماشي، بصير عندي 517 ملي مول، تمام، ملي مول لكل لتر. هسا انا عندي طلعت السي، هاي السي عشان اطلع الاوزمولاريتي بضربها باثنين، باجي عندك هاي 517 ضرب اثنين اللي هو عدد الاوزمولات، بعطيني 1034. اذا الاوزمولاريتي بتاع ال NaCl بعطيني 1034 اوزمول، ملي اوزمول طبعا، ملي اوزمول لكل لتر. اذا صار عندي ال concentration بتاع ال NaCl، هذا صار عندي الاوزمولاريتي تاعه. طيب عشان اعرف انه قديش في اوزمول، بجيب تركيز اللي هو الكونسنتريشن ضرب الفوليوم بعطيني الاماونت، صح؟ طيب انا هسه قديش الكونسنتريشن تاعه؟ هي 1034 ضرب الفوليوم تاعه، قديش الفوليوم؟ قديش الفوليوم عندي تاعه؟ 2، 2 لتر. مش حكى لك ان ضفنا 2 لتر؟ هي السؤال بقول لك انه ضفنا احنا 2 لتر من 3% ان اي سي ال، تمام، ضفنا 2 لتر، فقديش راح يطلع؟ بضرب هاي ب2 بيطلع عندي 2068. إذن الأماونت 2068 وزمول، هذول اللي انضافوا. طيب السؤال اللي هو بيحكي لك إنه الإكسترا سيليار أوزمولاريتي بده، هسا الإكسترا سيليار أوزمولاريتي نرجع للسؤال من أوله، بحكي لي إنه الأماونت 2 بعطيني الاماونت 1 زائد الاماونت اللي انضاف، الاماونت اللي انضاف، تمام، الادد، ها هذا الادد قديش عندي؟ 2068 زائد الاماونت 1، هيو
هي 11760. قديش هالبوابة أعطيني؟ زائد 11760 بعطيني 13828. 13828 هذا عدد الأزمولات الجديد. هذا شو عدد الأزمولات الجديد؟ طيب أنا صار عندي عدد الأزمولات الجديد اللي هو amount 2، وعندي الفوليوم 2 total body water، بقسمهم على بعض، باجي 13828 على 44 بعطيني شو الأزمولاريتي 2. الأزمولاريتي 2 اللي هو راح يكون تاع الإكسترا سيلولار فلويد. قديش هاي راح يطلع عندي؟ تقسيم 44 يساوي عندي 314. إذا الأزمولاريتي الجديد، الأزمولاريتي الجديد يساوي 314 ملي أزمول لكل لتر. هاي السؤال الأول. إذا هاي طلعت معنا 314. حلوين حلوين. أتوقع إنه الموضوع صار بسيط، لأن كل موضوعنا كل لفنا ودوراننا حوالين هذا. عندي معلومة بجيب المعلومة الثانية، عندي اثنين بكون بجيب الثالث بس. بقول لك what are the intra and extracellular fluid volume after osmotic equilibrium. بدي أشوف الفوليوم الجديد. طبعا أكيد عندي تغير الفوليوم، هون راح يكون الموضوع عكسي، تمام؟ راح يكون عندي الموضوع عكسي. كيف؟ هسا أنا عندي بدي أطلع الفوليوم، صح؟ برضه بنرجع للقانون نفسه. والله راح أرجع، راح نضل بس بالقانون هذا. concentration الأماونت على الفوليوم، تمام؟ هسا أنا بدي أطلع الفوليوم، بحكي لي بدي أطلع الفوليوم للإكسترا سيلير فلويد. مو ضروري، أنت إذا طلعت واحد، في حال طلعت واحد بتنقص من التوتال بادي ووتر بطلع الثاني، فأنت طلع أي واحد. وين بدنا نطلع؟ نطلع مثلا نطلع هذا الإكسترا سيلير فلويد، تمام؟ نطلع الإكسترا سيلير فلويد. والإنترا بنقصه، بنجيبه بعد ما ننقص، تمام؟ هسا طبعا عندنا الأماونت ما راح ينتقل، ما راح ينتقل للـ NaCl، ما راح يكون في أي انتقال للـ NaCl. الأماونت راح يكون موجود كلياته، الأماونت الجديد اللي هو الأدد راح يكون موجود كله بالإكسترا سيلير فلويد، تمام؟ طبعا الأماونت اللي إحنا ضفناه هيو، إحنا صرنا ساعة بنطلع فيه، ما راح أعيده، اللي هو 2068 أزمول. أنا ضفت 2068 أزمول. هسا بدي الأماونت، هذا الأماونت الأدد. طيب الأماونت القديم اللي كان للإكسترا سيلير فلويد قبل الإضافة، قبل الانفيوجن، كيف بدي أعرف هذا الحكي؟ أنا عندي الأزمولاريتي القديم كان 190، برضه برجع للموضوع نفسه، concentration 1 على الأماونت 1 على الفوليوم 1، طبعا هذا كله الـ ACF. أنا بدي أعرف الأماونت، صح؟ هذا المجهول عندي. الفوليوم قديش كان؟ وبحكي لك إنه 20% من التوتال بادي ووتر القديم. 20% يعني ايش 20%؟ يعني ثلث، ماشي؟ ثلث ضرب توتال بادي ووتر. توتال بادي ووتر قديش كان عندي؟ 42، اللي هو بعطيني 14 لتر. هذا كان عند الفوليوم القديم، هاي 14 لتر. الكونسنتريشن عندي كان 280، ايوه 280. باجي بضرب 14 ضرب 280. ليش بتحكي لي هيك؟ لانه هيو بدي اجيب الاماونت، بضرب الفوليوم بالكونسنتريشن بعطيني الاماونت، بعطيني الاماونت الاول للاي سي اف. بجيب 14، ها 14 ضرب 280 يساوي 3920. 3920 ازمول. هذا الاي سي اف فوليوم، اي سي اف اماونت الأول طبعاً. هسا بعد الإضافة أنا ضفت عليها القد، ضفت عليها القد، شو بضيف؟ هاي 2068، ليش راح أعطيني 5988؟ إذا باجي بضيف المحلول اللي أنا ضفته اللي هو 3% NaCl اللي هو هايبرتونيك، 2068 زائد 3920 قديش بعطيني؟ هاي عندي 5928.
988. هات شو هات عدد الأزمولات كامل وين بالإكسترا سيلولار فلويد. عندي الأماونت وعندي الفوليوم. الفوليوم قديش عندي؟ 14 لتر. طيب ما ضفت ما ضفت 2 لتر، مش انضفت عليهم 2 لتر اللي هو مش انضفت عليه اللي هو 2 لتر اللي هو 3%. هي مش حكى لنا ان 2 لتر من ال NaCl 3% اللي هو هايبرتونيك. حلو، انا بدي اعرف الفوليوم. عندي الفوليوم مش موجود، وعندي الاوزمول صار موجود، عندي الكونسنتريشن اللي هو الجديد اللي هو قديش. هيو صرنا ساعة مطلع فيه 314 على 5988. شو بيعطيني هون؟ هذا شو هذا شو راح يعطيني اياه؟ نرجع للقانون، نرجع للقانون عشان ما اسبقش اي خطوه. نرجع للقانون عشان ما اسبقش اي خطوه. الاماونت على الفوليوم. الاماونت الجديد هيو والكونسنتريشن الجديد هيو. هيو اللي هو هيو صرنا ساعه بنطلع فيه 314. بطلع الفوليوم، بجيب الاماونت على الكونسنتريشن بعطيني الفوليوم. الاماونت عندي 5000 تكونوا تشوفوا معي انتو 5980 88 على الكونسنتريشن اللي هو 314 بعطيني الفوليوم. هاي نيجي نقسمها بشكل سريع، 5988 تقسيم 314 بعطيني 19، بعطيني 19 لتر. 19 لتر للفوليوم للاي سي اف، 19 فوليوم للاي سي اف. تمام، 19 فوليوم 19 لتر. طيب هذا الاي سي اف فوليوم، يعني هو هذا المطلوب الاول. اي سي اف الاي سي اف فوليوم هيو عندي يا طلع 19 لتر. طيب انا هسه عندي كان كامل كامل بعد الاضافه 44، نقص منهم 19 ايش بعطيني؟ بعطيني الـ ICF volume. طيب 44 ناقص 19، مش احسبها، 44 ناقص 19 بعطيني 25 لتر. اذا الـ ICF راح يكون 25 لتر، وهذا راح يكون عند 19 لتر. فانت في حال طلعت واحد، في حال طلعت واحد راح تطلع الثاني. من المعادلة اللي عارفها انه الـ Undirect Dilution Principle انه ما بتحتاج اي شيء الا انك تطرح توتال بادي ووتر من الاكسترا سيلولار فلويد، بيطلع لك بيطلع لك الاي سي اف. بدك تطلع الاي سي اف، تطرح التوتال بادي ووتر من الاي سي اف. بكل بساطه هاي السؤال، وهذا السؤال طبعا طويل، هذا السؤال زنخ. طبعا حسب حكي الدكتور انه محلول 3% ان اي سي ال ما راح يعني ما راح يدق فيه بالامتحان، يعني ما راح يجيب لنا اياه بشكل مش طبيعي زي هيك. سؤال طويل جدا، يعني شوفوا الحل طويل جدا بغلب. بس كل موضوعنا اذا انتم لاحظتوا انه قاعد بس بعيد على هذا القانون كلياته. كونسنتريشن اماونت على الفوليوم، كونسنتريشن اماونت على الفوليوم. عندي واحد بضربها بالثاني، بطلع كلياته من هذا الموضوع، ما طلعت عن القانون هذا ابدا. وبس في حال كان عندي محلول ان اي سي ال سليم، بدي اعمل هاي الخطوات. هاي الخطوات لازم اعملها بكل سؤال، كل ما كان عندي اضافه لمحلول ان اي سي ال لازم اعمل هالخطوات. بجيب اللي هو بدي اطلع الاوزمولاريتي تاعه، بجيب انه 3% شو معناها؟ 30 ملي جرام لكل لتر، واضربها على 1 على الموليكولار ويت، بعطيني قديش كم مول فيه. وعشان انا احول من مول لملي مول بضرب ب 1000، ماشي، بعطيني كم ملي مول، بضرب عدد الاوزمولات. هسه بضرب عدد الأزمولات اللي هو 2، الـ NaCl لأنه بتحول N بلس زائد Cl ماينس، بضربهم بطلع لي هيك الأزمولات البسيطات، موجود حلهم حتى بالسلايدات، فما في داعي أنا أطول برضو فيهم لأنه راح يكون إعادة نفس الموضوع. راح حل السؤال اللي مش محلول، تمام، اللي هو آخر سؤال بالسلايدات. السؤال هيو، السؤال بحكي لك عنا ومن، تمام، توتال بادي ووتر تاعها 42، ماشي، الـ ECF فوليوم تاعها 15 لتر، والـ ICF تاعها 27 لتر، البلازما أوزمولاريتي 290 ملي أوزمول، صار معها انفكشن وفيفر،
صار معها يعني سخونة وحمى. لوسز 2 لتر خسرت من ووتر، حكى لك كاشف فلويد، حكى لك ووتر، يعني خسرت 2 لتر بغض النظر يعني عن ما فيها اي شيء، يعني انه المقصود هون انه 2 لتر ووتر بيور ووتر يعني نقدر نحكي. تمام، بالانسنسبل لوسز يعني سواء كانت لانج سواء كانت سكين، she is unable to drink or eat، يعني ما في اي اضافه، لا راح يكون ما في عندها اضافه لا للفلويد ولا عندها نقصان. تمام، حلو. بقول لك بده هير نيو بلازما اوزمولاريتي. كيف بدي احسب هير نيو بلازما اوزمولاريتي بعد ما خسرت 42، بعد ما خسرت 2 لتر؟ هسه هي كانت برضه نرجع لنفس الموضوع، الموضوع نفسه، هذا القانون هو اللي راح يضل معنا، الاماونت على الفوليوم. تمام، الكونسنتريشن الاول اللي هو الاوزمولاريتي كان عندي 290، انا بطلع طبعا الاماونت، انا هسه الهدف تاعي اني اطلع هذا، ماشي، بطلع هذا الاول. تمام، وهو طبعا ضله ثابت هو، بس انا بدي اطلعه. الفوليوم الاول قديش؟ الفوليوم الاول والكونسنتريشن او الاوزمولاريتي الاول بضربها بالفوليوم الاول، الفوليوم الاول قديش كان عندي للتوتال بودي ووتر؟ 42. باجي بضرب 290 ضرب 42 يساوي 12180، 12180 ملي أزمول. أزمول، تمام، هاي الأماونت، هاي الأماونت أوف أزمول. تمام، أنا هسه بدي أحسب الأزمولاريتي، هذا ظله ثابت، بتغير عندي إيش؟ الفوليوم، الفوليوم كان عندي 42 لتر، خسرت 2 فصاروا 40 لتر. الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي بالستيدي ستيت قديش راح يكون؟ برضه الاوزمولاريتي يساوي الاماونت اوف اوزمول على الفوليوم، على الفوليوم الثاني. طبعا الاماونت الاول، طبعا الاماونت الاول يساوي الاماونت الثاني، ماشي، ما تغير لانه الاوزمولات ما تغيرت، ما صار اي تغيير على الاوزمولاريتي، مش ما تغير الاوزمولاريتي، عفوا تغيرت الاوزمولات، ما تغيرت الاوزمولات ولكن الاوزمولاريتي تغيرت لان الحجم اتقل. عندنا 12، عندنا 12180 تقسيم الفوليوم الثاني اللي هو 40، اللي هو 40 لتر. تمام، اللي هو 40 بعطيني الاوزمولاريتي الثاني، بايش بقسمها انا بشكل سريع؟ تقسيم 40 يساوي بعطيني 304.5، 304.5 ملي اوزمول لكل لتر. هاي الاوزمولاريتي الجديد، طبعا هي الاوزمولاريتي زادت، لاحظنا انه كانت 290 صارت 304 بحكم انه المي الفوليوم قل، الفوليوم قل علاقة عكسية، فهمت علي؟ فالكونسنتريشن او الاوزمولاريتي راح يزيد، صارت 304.5. هاي طلعنا المطلوب الاول. بده بحكي لك الفاليو للنيو بلازما ان اي، ان اي كونسنتريشن الصوديوم، بده البلازما صوديوم كونسنتريشن. هون احنا بنلاحظ انه بالسؤال لا معطيني بلد يوريا نيتروجين ولا معطيني جلوكوز. تمام، فموضوعي راح يكون معتمد الاوزمولاريتي اوف بلازما، بنعرف احنا الاوزمولاريتي اوف بلازما، نركز على انه الاوزمولاريتي اوف بلازما هاد بس خاصة بالبلازما. تمام، بتعطينا 2Na، يعني 2 ضرب تركيز الصوديوم. الموضوع كالآتي، احنا متذكرين انه الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي بلازما راح يكون يساوي 2 بالصوديوم كونسنتريشن زائد الجلوكوز على 18 زائد البلد يوريا نيتروجين على 2.8، طبعا هاي بالملي جرام لكل ديسيلتر. هسه هاي مش موجودة عندنا ولا هاي موجودة عندنا، واصلا احنا حكينا قبل انها ما بتأثر بالتونسيتي ولا بتأثر بالافكتيف اوزمولاريتي، فاصلا هي مش موجودة بالسؤال، فانا ما بيهمني ابدا، يعني انا عادة بكنسل على هاي، بكنسل على هاي، ما بتهمني هون لازم اكنسل عليهم. تمام، هسه عندي 2 بالصوديوم كونسنتريشن، المطلوب طبعا صوديوم كونسنتريشن، والبلازما اوزمولاريتي طبعا اللي هي 304.5.
اللي هي الجديدة طبعا ملي أوزمول، بقسم هاي على اثنين، بقسم هاي على اثنين، بعطيني الصوديوم الجديد الكونسنتريشن 152 وربع، 152 وربع ملي أوزمول لكل لتر من الصوديوم. تمام تمام ما في عندها زيادة، هايبر نترينيا. طيب هاي آخر فرع وأخيرا يعني، what is the new total body water، وبرضه ال new ICF volume. بدنا نشوف ال new total body water. طبعا ال new total ال new body ال new total body water راح يكون عندي 42 ناقص 2 اللي هو يساوي 40، انا خسرت هي 2 لتر، هاي السؤال حكي لك انا خسرت 2 لتر. هسه بده ال ICF volume اللي هو هون راح يكون شوي مزعج، بس برضه على نفس القانون لزقناه، بده ال ICF volume. ها ال ICF volume، ال ICF volume نرجع للقانون ذاك اللي هو الأوزمولاريتي يساوي الأماونت، يساوي الأماونت على على الفوليوم، على الفوليوم بتاع ال ICF. تمام تمام هسه عندي الأماونت، الأماونت عندي، الأماونت الموجود بال ICF، الأماونت الموجود بال ICF كان عندي قديش؟ أماونت 1، أماونت اللي هو ناتج من ضرب ال ICF اللي هو 27 لتر، تمام، ضرب قديش 27 لتر، قديش ضربناهم احنا بالتركيز الأوزمولاري القديم 290، بعطيني 27 ضرب 290 يساوي 7830. 7830 أوزمول، ملي أوزمول طبعا. تمام هاي عندنا الأماونت. هسه هو مطلوب مني الفوليوم، الكونسنتريشن الثاني موجود اللي هو الأوزمولاريتي، قديش الأوزمولاريتي؟ 304، 304، 304 ونص، نعتبرها 304 عشان نسهل الحسابات يطلع معنا رقم منطقي. تمام عندي الاماونت وعندي هذا، طلع الفوليوم، طلع الفوليوم هون وبجيب الاوزمولاريتي هون، فبصير عندي الفوليوم بتاع الاي سي اف الثاني بعد التخبيص اللي صار، بعطيني الاماونت على الاوزمولاريتي، الاوزمولاريتي. تمام عندي الاماونت 7830 ملي اوزمول، وعندي هاي 304 الأوزمولاريتي، 304 باش بقسمهم، تقسيم 304، تقسيم 304 بعطيني 25 لتر فاصلة 7، 25 لتر فاصلة 7. تمام هيك نكون احنا خلصنا الموضوع، خلصت الشرح. انا ان شاء الله بضل عندكم انتم سؤالين حلوهم كثير سهلات، يعني انا هيك حليت السؤال اللي حاط الدكتور اجاباته بس مش حاط الحل، وحليت اول اصعب سؤالين اللي هم سؤالين فيهم اطوال واكثر اشي فيهم حل. هسه باقي هاي الاسئله بسيطه جدا يعني، طبعا زي ما شفنا انه احنا تركيزنا كلياته كان الموضوع انه عندي كونسنتريشن، القانون هذا الكونسنتريشن يساوي الاماونت اوف اوزمول على الفوليوم، راح اضلني اشتغل فيه طول الوقت، راح اضلني اشتغل عليه. تمام ربي يعطيكم ألف عافية، وأتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، وأي مواضيع بتحتاجوا فيها إنه نشرحها أو كان الموضوع صعوبة إن شاء الله إحنا جاهزين، سواء كنت أنا أو كنا حتى في مواضيع صعبة أنا ما قدرت أشرحها، راح نجيب إن شاء الله طلاب من سنوات ثانية نشرحوا لنا إياها إن شاء الله. ربي يوفقكم، يعطيكم ألف عافية.